السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وين ما كنتم. التحية والتقدير لكل إخواني وأخواتي أبناء وبنات الشعب السوداني الأكارم. أتمنىكم تكونوا بخير، أتمنىكم تكونوا إن شاء الله طيبين. سلام يا أخي. مبروك والله، والله مبروك. استغفر الله العظيم. الله يعوان. شير ولايك سريع سريع. لايك 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 شير لايك شير. راح كوم حبابكم والله. اول حاجه والله يا اخواننا، حقيقه انا قاعد جوا المسجد، قلت ما بطلع ذاتي بس اعمل اللايف ده، عشان كده اخواننا في تعليقات كده بتسويني، فربنا يهديكم ان شاء الله ويهدينا ان شاء الله. ارحكم يا اخواننا، اعملوا شير ولايك شير ولايك شير ولايك سريع، عشان نخش في التقيل وعشان نخش في الحاجات الحقيقيه. ارحكم يا اخواننا، ساعدونا بالشير ولايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. في البدء الرحمة والمغفرة والخلود لأرواح لشهدائنا عسكريين ومدنيين، ربنا إن شاء الله يتقبلهم ويغفر لهم ويرحمهم والشفاء عاجل للجرحى. نسأل الله إنه يشفي كل الجرحى كل الجرحى، نسأل الله انه يشفيهم. حباب عمر الجزري، اخوتي واخواتي الافاضل الاكارم، التحية لكم. حقيقة مبسوط الحمد لله رب العالمين على الراحة النفسية وعلى نعمة الانتصارات وعلى نعمة العافية فوق كل شيء وعلى نعمة وجود القوات المسلحة. أرحكم أنا، الناس تعمل شير زي ما وريتكم. الناس تعمل شير على أساس إنه شنو؟ نتكلم شير ولايك سريع في كل مكان. شير ولايك سريع، أعملوا شير ولايك. طيب إخوانا، أنا داير الناس تعمل شير ولايك كتير عشان نبدأ نتكلم. لايك بسيط زي حق قميص، 8 9 10 12 13 دقيقة في الحدود دي. أرحكم عشان نوجد سريع. طيب، بداية التحية للقوات المسلحة، التحية لناس جهاز الأمن، التحية للمستنفرين، التحية للمقاومة الشعبية، وأخص بالمقاومة الشعبية ولاية سنار وولاية نهر النيل. التحية لهم والولاية الشمالية على كل ما ببذلوه وبقدموه للإنسان السوداني. طيب يا إخوان، تداولت المواقع الإسفيرية خبر انه المليشي البيشي اتجغم. طيب، وكيكل برضو اتجغم. طيب، ده كلام عديل، كلام عديل. اتأكدنا بما لا يدع مجال للشك انه البيشي اتجغم، لكن دارين نوضح الجزئية المهمة شديد واهم نقطة. في ناس الان بتتكلم عن انه البيشي تم تصفيته، وهو ده انا ما بخونه، لانه بيكون داير يخلق عمليه بتاعت فتنه داخل الميليشيا بتاعت الجنجويد. جميل. وفي ناس بقول لك انه البيشي ده اتضرب عنده يومين او قبل 3 يوم وكان راقد. وفي ناس بقول لك انه، لكن انا جايب لك المعلومه اليقين. انا
جايب المعلومة الحقيقية المن غير زيادة المن غير أي حاجة. طيب بداية محور سنار ده يا أخواننا، حفظ الله القوات المسلحة الموجودة في سنار، حفظ الله جهاز الأمن الموجود بقيادة سعادة اللبيب. جاي لموضوع سعادة اللواء اللبيب، حفظ الله المستنفرين في ولاية سنار. أنا أقول لكم حاجة، كيكل ده مش السماء ذات البروج، اتجقم 100% ما فوق أي 2-3، لكن والله وطالله الناس العارفة البيش، عفوا البيش اتجقم مش كيكل، دقيقة كيكل ده أنا جاي له في معنى البيش ده اتجقم، البيش اتجقم، لكن والله وطالله البيش تأثير البيش في داخل ميليشيات الجنجويد أكبر من تأثير المجقوم على يعقوب، وأكبر من أكبر من تأثير كيكل، وأكبر من تأثير عثمان عمليات في مواقع كثيرة جدا جدا. والله العظيم الناس اللي بتستهين إنه برتبة إنه يكون مقدم ولا ناجي، أنا أقول لك حاجة، أقسم بالله العظيم التأثير المؤثر البيش في ولاية سنار على الميليشيا وعلى مستوى الجزيرة، أقسم بالله العظيم أكبر من أي حاجة، أكبر من تواجد الميليشيا نفسها في دارفور، في ولاية دارفور كلها. أنت قادر تتصور؟ أكبر من تواجد التكتيك بتاع البيش اللي بيتخذوا اتجاه المجخوم البيشي. والله العظيم البيشي أخطر بني آدم موجود كان على مستوى ميليشيات الجنجويد. أنا أكثر حتة، الكلام ده أنا ما قلته قبل يوم، لكن أخطر ما تصوروا في ميليشيات الجنجوي هذا المدعو والله البيش. ركزوا معانا بالكلام ده كويس، البيش اللي اتجخم ده والله. شفتوا علي يعقوب اللي بيتكلموا عنه اللي هو علي يعقوب؟ والله العظيم ما بيحصل البيش. انتوا عارفين تماما انه عن طريق البيشي، البيشي ده في خونة في طوابير كان متواصل معاهم واتكشفوا طبعا في داخل القوات المسلحة، في دخول سنار دي. انا اقول لكم الحاصل ده البيشي هو السبب الرئيسي في دخول سنار وبواسطة عملاء وخونة في داخل سنار. عشان ما يجيك زول يقول لك يا اخي البيشي، البيشي ده اخطر رجل في الميليشيا بتاعت الجنجويد. بحمد الله والله انا الحمد لله قاعد جوا مسجد اصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى حمدا وشكرا في انه هذا الميليشي البيشي الدقة الدقة، والله صليت ركعتين شكر الحمد لله رب العالمين على انه يا اخي انت 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 قادر تتصور انه بيوضع الخطط؟ انت عارف انه الزول اللي بيخط الخطط لكيكل، الزول اللي بيخط الخطط للميليشيا تحت الجنجويد عشان تمشي تدخل المدن؟ والله البيشي يا اخوان البيشي. عشان كده تركيز القوات المسلحة في الفترة الماضية دي كلها كان على انه البيشي 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 تحديدا البيشي، التركيز الكبير كان على البيش. والحمد لله رب العالمين انا الفرحه الجواي دي اصله ما حصلت في 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 طيله السنه هنا، ما حصلت الفرحه دي. اكبر فرحه الان بعد تحرير الاذاعه هي موت هذا المدعو عبد الرحمن البيش. اديك نماذج لحاجات كثيره لازم تعرفها. البيش في دخول مدني في ولايه الجزيره كان السبب الرئيسي، ركز في الكلام ده، السبب الرئيسي لما قالوا لك الخونة وقالوا لك انه في عملية بتاعت انه في ناس انسحبوا من الكوبري، من الكوبري كان في تواصل مع البيش نفسه. ركز معي في الكلام ده، بخط الخطط الاستراتيجيات بتاعت الميليشيا البيش نفسه. طيب البيش اتجخموا منه؟ ده سؤال لازم كلنا نجاوب عليه ولازم كلنا نعرفه، منو اتجخم البيش؟ طيب الكلام كثير لكن انا جيتك جايك بالزيت، جايك بالكلام الحاصل زي ما وريتك، قلت لك انا اي كلمه يعني الحمد لله رب العالمين، اي كلمه بجيبها لك بكون بحمد الله سبحانه وتعالى متاكد منها بنسبه 100%. تعمل شير ال 5000 5000 شير لايك. طيب اولا يا اخواننا للامانه سنار مؤمنه برجاله، سنار مؤمنه بالرجال الموجودين فوق كل المحاور المقفله
دفاعات متقدمة بحمد الله سبحانه وتعالى ما غير. اعملوا شير يا اخواننا. الله يبدأ بيتعرض لعملية بتاع الطريق. مسموع الصوت شباب؟ الناس تعمل شير. الله يبدأ ما عارف في حاجة كده. شير يا جماعة شير شير ولايك. اي خلاص الحمد لله يعني كانت في حاجة. شير ولايك شير ولايك شير ولايك شير ولايك. ارحكم ارح ساعدونا. طيب انا جايك بالحاجة اللي متأكد منها واللي معروفة منو الجغم البيش. شير ولايك. منو الجغم البيش منو؟ طيب اول حاجة للأمانة سنار كمدينة مؤمنة تأمين كامل شامل والدفاعات متقدمة فوق اتجاهات كثيرة، لكن في محور معين وده المحور اللي أنا جاي أتكلم فوقه، لأنه ده المحور الأكثر حاجة المجهجه ميليشيات الجنجوي. ده المحور الموجود فوقه ناس جهاز الأمن هيئة العمليات تحديدا ومعاهم جزء من المستنفرين الاثنين دي تحديدا الجزء المهم بتاع هيئة العمليات اللي بيقودوا سعادة اللبيب نفسه. ركز معي في الكلام ده كويس. اللي بيقودوا سعادة اللبيب المحور المعين في سنار فوق سعادة اللبيب فوق جهاز الأمن اللي فيه هيئة العمليات ومعاهم جزء من المستنفرين. ده المحور العامل للميليشيا بتاعت الجنجويت اللي بيطلع بيمشي بلو وبيجي راجع بيستلم عربات وبيجي راجع بدقهم وبيجي راجع. طيب ركز معي. اليومين المضى أمس وقبله ما كانت في عمليات عسكرية واضحة بإطلاق العمل الخاص وللتفاصيل دي بيطلعوا وبيمشوا وبيدقوا وبيجوا راجعين. ما كانت في ما كانت. كان في شنو؟ كان في شغل جهاز الامن ناس الهيئه امنية جنديل تحديدا اللي كانوا شغالين بيمشوا يدقوا الجماعه دي وبيجوا راجعين. البيشي ومعاه مجموعه وعلى حسب المصادر انه كيكل كان معاهم. ركز معي في الكلام ده كويس. انه كيكل كان معاهم دعوا لعمليه بتاعه اجتماع في الدندر عفوا في سنجه. وما في سنجه كمدينه عين ما في سنجه كمدينه. في سنجة في واحدة من القرى اسمها الشرفية ولا الشرفاب أنا بس اسم المنطقة راي عليه. في الدين دي كغريب الاجتماع ده على كيك نفسه. لاحظ معي في الكلام ده في كل الخيارات ده على كيك نفسه. واحد من قيادات الميليشيا عميد اسمه أبا كورو. ركز معي ده على الاجتماع ده في الدين دي في سنجة وفي سنجة في واحدة من القرى دي ده على الاجتماع ده هناك. مين لحد هنا يا اخوان؟ الناس تعمل شير ولايك. الشرفه يا اخوان انا والله بس اسم المناطق ما قاعد احفظها. الدعي للاجتماع منه؟ كيكل. ومنه ثاني؟ البكورو ده عميد بالاضافه للبيش بالاضافه لبعض الناس الصغار. الاجتماع ده لما حصل مسبق استخبارات الجيش كان لها شنو؟ كان لها اليد المعلّة في الموضوع ده. كان لها اليد المعلّة في الموضوع ده. عشان لما اقول لك امن يا جن اقول لك استخبارات يا جن اعرف تماما ان القوات المسلحة دي عندها شغل تكتيك كبير جدا جدا شغالة فيهم. عندها شغل كبير جدا جدا شغالة فيهم. طيب الاجتماع كان بخصوص انه داري يناقشوا عملية بتاعت امداد لانه يمشوا بها منطقة النيل الازرق. لانه الامداد بتاع الميليشيا قاطعوا الكلام ده القوات المسلحة عارفاه كويس. الكلام ده انا اللي بقوله القوات المسلحه نفسها عارفه كويس انه الميليشيا ما عندها القدره ما عندها امداد على اساس انها تمشي تهاجم باي منطقه. عشان كده جو اجتمعوا مع بكور ده ولانه علاقته مباشره مع منو؟ مع عثمان عمليات اللي هو موجود في الخرطوم. وين دي ما احنا ما عارفينها؟ بناء على شنو؟ بناء على انها تجي امدادات للميليشيا. الامداد القاطع ده يمشي بها النيل الازرق. الكلام ده لحد هنا واضح؟ طيب الرفع الاحداثيات دي للاستخبارات العسكريه. طيب دي اول خطوه انا بشكر عليها كباتن الطيران بشكر عليها القياده الجويه. اقسم بالله دي استجابه سبحان الله سبحان الله استجابه بتاعت اقل من ساعه. الناس دي وصلوا للاجتماع وصلوا اول ما دخلوا ما تموا ساعه ساعه ما تموها انه شنو؟ ما في زول طلع من مركز الاجتماع. ما في زول ما في زول بالتريث الله يديك العافية.
طيب عين كويس. لحظة ده وين؟ ما دايرين؟ الله يتريد جابت لي الهواء. المهم ما طلع من الميليشيا اللي كانت موجودة في الاجتماع ولا فرد واحد، كلهم انتهوا. الضربة كانت شنو؟ طيران، عشان ما يجيك زول يجي يطلع لك كلام يقول لك الضربة كانت طيران. الضربة طيران ما طلع منه ولا بني آدم ولا جنجاوي واحد ما طلع من الجماعة دي. حلو. استجابة سريعة من قبل نسور الجو للضربة دي، لكن بيبقى السؤال اللي بيطرح نفسه، كيكا انجغم ولا ما انجغم؟ انا اديتك الزبدة، كيكا دعا للاجتماع، الاجتماع بخص كيكا. اذا كيكا نحن عندنا معلومات بيقولوا انه انجغم، اذا انجغم دي ما حاجة شنو؟ ما دايرة لا اثنين ثلاثة، ان شاء الله يكون انجغم. مصادرنا بتقول انه جزء منهم بيقول انجغم وجزء اخر بيقول لك يا اخي ما تستعجلوا في نشر الخبر. طيب في كل الحالات لو كيكا انجغم خلاص ما موضوع انتهى، انجغم. لو ما انجغم كيك المصدر للاستخبارات، رايكم شنو؟ كيك المصدر للاستخبارات، زول بيدعي للاجتماع وما بيحصل الاجتماع، رايكم شنو في الكلام؟ الدعي للاجتماع كيك، زول بيدعي للاجتماع على اساس انه داري يناقشوا العمليه بتاعت الامداد وما يحصل الاجتماع، ما انجغم من الجماعه، معناته شنو؟ معناته هو الرفع شنو؟ الرفع الاحداثيه، معناته كيك ما داري اثنين ثلاثه، اذا انجغم دي ما خلاص دي ما حاجه شنو؟ ما اثنين ثلاثة، يعني في كل الحالات كيكا متورط متورط، إذا انجغم بطريقته الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد لله نقوم ثاني ناخذ لنا ركعتين لله سبحانه وتعالى، نقول الحمد لله رب العالمين. وإذا لم نؤكد على إنه كيكا شنو؟ هو الطابور الرفع الإحداثية، وده هو طابور شغال مع القوات المسلحة ومع الاستخبارات العسكرية. حلو؟ جميل؟ نمشي لقدام. طيب، الجنجويد بيحاولوا إنه يقولوا إنه ساعدتوا اللبيب إنه قبضوه أو جغموه. طيب انا دار اقول لكم حاجه ودي معلومه متاكد منها قبل إيه. الحمد لله قبل نص ساعه قدرنا نوصل لسعاده اللواء رف اللبيب قائد هيئه العمليات او نائب مدير جهاز الامن والمخابرات وقائد هيئه العمليات القائد المباشر. الحمد لله رب العالمين، سعاده اللبيب عايش وبخير الحمد لله رب العالمين، ربنا يحفظه ويديه ويطول في عمره ان شاء الله يا رب العالمين ويديه الصحه والعافيه. دي حاجه. طيب في واحد جنجويد علق تعليق ضحكني، المهم انا حاجي حثبته. طيب ده تعليق الجنجويدي، راحكم نمشي لقدام نمشي لقدام. يلا اخواننا الناس برضو تساعدنا بالشير واللايك. ده تعليق الجنجويد. وهو الطيران عملوا شنو يا عزيز الفاضل؟ ما الطيران نحن ربنا سبحانه وتعالى سخر الطيران ده بعد النقل، وتسخر الطيران الحربي ده ما هو للحروب، ما هو الطيران ده ربنا سخره لنا الحمد لله على نعمة الطيران اللي انتوا اعترفتوا به وشغالين شغال فيكم. والله العظيم متكيفين منه، كيف لما بقات اجلوا والله متكيفين الحمد لله. الطيران ده ذاته ما ربنا سخره لنا عشان ننتهي منكم انتوا، ما هو ربنا سخر لنا الطيران ده عشان ننتهي منكم. طيب يا اخوانا عشان ما نمسك بالناس ونخش في المواضيع. طيب قبل ناس الفتحات جيتوني الله الليله جايب لكم اسم اثنين ثلاثة مسميات في تحابات، انا دايركم كلكم تكونوا هنا ابشركم ودار اوريكم اي حاجة تسألوا منها منه. طيب قبل ما اخش في موضوع الفتحابات، الناس الان فهمت تماما انه البيشي وانه كيكا ادعى للاجتماع وانه 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 الضرب والضربة كانت طيران عشان ما دع شغل القوات المسلحة. نمشي قدام. نيالة البحير، وانا داير هاشتاج يطلع من الصفحة دي الان لترجم الترجم ما تخلوا حقكم. طيب يا اخواننا الميليشيا على مستوى نيالا في اولاد الترجم، قبيله الترجم طبعا، نحن من حي اسم قبيله ما عندنا مشكله، الترجم ديل في داخل الميليشيا بتاعت الجنجويد كتار في داخلها. عندهم ولدهم واشتبكوا يا اخواننا في داخل الميليشيا في بعض، قاموا قتلوا ولد من اولاد الترجم، الميليشيا في نيالا قتلت لا ولد من اولاد الترجم. الكلام ده لازم الناس يطلع هاشتاج عشان يحدى علينا الشغل ده، ونسال الله سبحانه وتعالى ربنا يخلينا الحاجات دي. ارحكم. المهم لما قتلوا الترجم يا اخواننا تجمعوا في نيالا قريب 40 عربيه، وتجمعوا جنب السوق الجنوبي سوق نيالا
سوق نيال هناك جروب السوق بتاع نيال اتجمعوا قريب 40 عربيه كاولاد الترجم شنو في داخل الميليشيا بتاعت الجنجوي على اساس انه داري يهاجموا الجماعه ديلك في القبيله جزء منهم من الاكس القبيله الرزيقات واكس البسيريه ديل الاثنين ديل اولاد الترجم داري يخشوا في اشتباك مع ديل في داخل الميليشيا بتاعت الجنجوي الان الكلام ده الان عشان الناس تخط الزيت ده طوال الناس تحاول تحرك لنا الشغل ده اخوان محتاجين يتحرك الشغل ده وربنا يخليكم ان شاء الله الحاجات دي وانتم بتقصروا عاد والله ما بتقصروا عارفين انه بسم الله بتقصر المهم اتجمعت العربات دي على اساس انه داري يهاجموا منه داري يهاجموا الجماعه اللي قتلوا ولدهم ديل طيب اتدخلت بعض الادارات الاهليه اخوان او الادارات الاهليه دي الله ينتهي منهم ان شاء الله موجودين في جنوب جنوب دار بوردي الله ينتهي منهم اتدخلت الاداره الاهليه الاداره الاهليه دايره تطفي الشغل ده يا اخواننا الترجم يا اخواننا نحن من هنا بنقول لكم والله ما تخلوا حقكم نهائي قتلوا ولدكم معقوله يقتلوا ولدكم بالطريقه دي ها وما قتلوا ويا ريت لو كانت التصفيه دي او الضربه دي كانت في الرجل او في البطن الزول ده مدي له طلقه طلقات فيه في نافوخه حقكم دارين تخلوا والله ان خليتوا انتوا تمام تبقوا انتوا الرجال اللي احنا بنعرفكم اصلوا ما تخلوا حقكم تركبوا الجنجوي ديل اركبوهم اركبوا النازل النازل لازم يتقوا الناس دي ليه ده اهلنا الترجم الترجم اللي في داخل الميليشيا ترجم جنجويت جنجويت الترجم الموجودين انا رسالت لك ما تخلوا حقكم قتلوا ولدكم ها يا اخي ده اكثر ولد يهز ورين واكثر ولد يهز ورين داخل الميليشيا حقدوا عليه الجماعه دي انتوا عارفين قتلوا ليش شنو؟ قتلوا ليش شنو؟ لانه قالوا يا اخي الزول ده حيسيطر على ولايه جنوب دارفور تخيلوا الترجم الناس دي حتى ما داير انكم ذات ولدكم ده يحكم ولايه جنوب دارفور شوفوا الكلام ده كيف شوفوا الكلام ده كيف انه حتى ما داير انه يحكم ولايه جنوب دارفور شغالين فيكم ليه؟ لانه انتوا بيعتبروكم انتوا فلنقايات داخل الميليشيا هم يسيطروا هم وهم 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 هم يشتغلوا الشغل ده لكن انتوا الترجم ديل ودوكم ساي عشان كده انا بوجه لكم دي رساله الترجم والناس تعمل هاشتاج الترجم ما تخلوا حقكم تجيبوا حق ولدكم ارحكم يا اخوانا الهاشتاج ده يطلع السي وانا داير ينتشر في كل الترجم ما تخلوا حقكم 40 عربيه قادره انها تشتغل شغل ثقيل تجيب حقوقكم وتجيب حقوق الناس اهلنا الترجم ما تخلوا حقكم فدي رسالتنا لكم الان ما تخلوا حقكم اهلنا الترجم نهائي ما تخلوا تبلوا الناس تجيبوا حق ولدكم عثمان ده تجيبوا حق ولدكم عثمان ده المفروض يكون الان هو القائد للفرقه هناك في جنوب دارفور هو القائد للفرقه الان تجيبوا حقه راحكم نمشي ثانية اخواننا الشيخ ده مالو نزل يا اخواننا الناس فين الشيخ اهلنا في الفيديو يا حابات تحيه لكم كلكم وربنا يحفظكم اول حاجه بحمد الله سبحانه وتعالى وشكرا للقوات المسلحه على عمل الدؤوب وعمل الكبير على مستوى امدرمان ناس الشقله والفتي حابات مربع 14 ومربع 15 و16 وفتاشه صلاة فتاشه واللاسلكي والاذاعه والدلبلان انا دايركم تكونوا موجودين على مستوى البث المباشر ده عشان لانه في جزئيه مهمه شديد لازم تعرفوها طيب المنطقه بتاعت الفتحابات القوات المسلحه شقاله فوقها لحدي بتوصل لحدي اللاسلكي لحدي اللاسلكي بتوصل لكن النظافه الحقيقيه لحد مربع 16 مربع 16 منظف والدلبلان منظفه بقت المنطقه محصوره في اللاسلكي الشقله والتماشي دي القوات المسلحة بتوصل وبترجع منها قاعد توصل وترجع منها طيب ما تنظفت النظافة المطلوبة مربع 14 و15 و16 واللاسلكي والشقلة كلامي دي ليكم وناس الفتحابات المربعات القدامية كلامي ليكم الفتحابات مربع واحد واثنين والمناطق دي نظيفة دي بشارة خير نظيفة بحمد الله سبحانه وتعالى نظيفة ليه 8 ليه 9 كل المربعات دي الحمد لله نظيفه بحمد الله سبحانه لحد مربع 16 نظيفه دي بشاره لكم ومؤمنه بابنائكم في القوات المسلحه موجودين واي زول دار يرجع المنطقه دي احنا ما بنقول لك انك انت ترجع ده خيارك لكن انا بوريك انه المنطقه اللي انا بذكرها لك دي كلها نظيفه بحمد الله سبحانه وتعالى اخص ناس ال 14 وال 15 واللاسلكي استاذ بشرى بشرى علي بشرى اقسم بالله يا بشرى استاذ بشرى ده يا اخواننا اي مره تم اغتصابه في المنطقه بتاعه الفتحابات دي هو مشارك هو الوصف الزول ده مغتصب اكثر من كميات
كميات من النساء. انا بقول لكم يا اهلنا بالفتحات بشرى علي بشرى الزول ده ودوه رتبه رتبه في داخل ميليشيات الجنجوي. تركزوا معانا كويس, بشرى علي ادوا رتبه داخل ميليشيات الجنجوي. الزول ده يا اخواننا ارتكب كميه بتاعت اغتصابات ما طبيعيه على الاطلاق في منطقه الفتحات, وللاسف انه هو مدير مدرسه خاصه. تخيلوا الكلام بالله, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله, وهو مدير مدرسة خاصة. هذا المعتو مدير مدرسة اسمه بشرى علي. الناس تعرف إنه أي بيت تم سرقته بشرى علي, أي مرة تم اغتصابها بشرى. والزول ده اغتصب كميه من النساء. خلي انه شارك في انه وانه بيع البنات للميليشيا, خليك من بيعه. الان استخبارات العسكريه قبضت على اخوه, وانا بقول لك اقسم بالله يا بشرى اخوك قاعد معانا, والله اخوك تم القبض عليه الان, مقبوض قاعد عند الاستخبارات العسكريه اخوك. والله لو طرت السماء, والله يا بشرى, واسمع كلامي ده بقوله لك, انا قلت للجماعه خلوا لي البني ادم ده دارت طلقه في راسه. والله يا بشرى لو لميت فيك مش اقتلك, والله ده انا باذن الله هقطع قطع خليه مش قتل بطلقه, قطع ادير راسك افصله واجريه وما يسوي لي جفني انه اقطع يدينك وافصل جسمك اعضاء جسمك كلها افصل عن بعض. انا الشيء اللي بتعمل فوق هن في الفتحات ده بناتكم اجبت, وانا ساكتين ما دارين نتكلم لانه انا ودي الفتيحة ما في حاجة قاعدين ندسدس الكلام ده, ساكتين وانا خدتها عليك. ما انت براك بشرى, انت اكثر خطر على البشر ديل في الفتيحة. البني ادم ده الزول ده لدرجة انه قدام بيته في الاشلاك, كان في الارتكاز بتاع ميليشيات الجنجويد ده, غير انه اللي بتطبخ لهم مرته وتفاصيل وهو مرته شنو. الحمد لله, بس الناس تعرف الاسم ده. السلام عليكم. السلام. وتحفظ الاسم ده كويس, وتعرف انه بشرى ده في الشغله. ناس الشغله تعالوا هنا يا ناس الشغله, العشاء لسه. ناس الشغله تعالوا, كل ناس الشغله حبابك يا مبارك ودار رشيد. في تيمان ومنو ما بيعرفون, انا جاي منغوليين, احنا ما عندنا مشكله معلي. التيمان ديل في الشقله موجودين جنب سوق الحمداني, سوق الحمدانيه عماره في غرب. ناس الشقله التيمان ديل حسن وحسين في تحاب الشقله, بتعرفون كويس كلامي ده واضح. حسن وحسين في الشقله, عشان انا داير نوري الناس انه حسن وحسين في الشقلة. واحد رجله مقطوعة, منغوليين قصار كده اثنين, التيمان هاي القصار بس محمد محمود بس بالضبط كده, سوق الحمدانية. اسمعوا كلامي دول, التيمان ديل معروفين كانوا شقالين شنو. واحد عنده كارو, والثاني كان شقال شيشة. ركزوا معي كويس, كان شقال شيشة لقطة. المهم شقالين كده وبرامج وتفاصيل زي ده. طيب انا بعرفهم يا اخوان, انا للامانة انا بعرفهم ارزقية. ها بقول لكم ارزقية لما هم منغوليين قصار كده. طيب ديل الخطر الحقيقي, تخيل انه من بتاع كار او مرسال لجنبات الشيشه لرايد في ميليشيات الجنجويت. والله العظيم, والله انا زي ما اقول لك رايد في ميليشيا الجنجويت. طيب ديل مهمته شنو؟ اي بيت اتسرق في الشغل الفتحاب, الشغل الشرق والشغل غير, حتى ليه سوق الحفيان. ركزوا معايا ناس, سوق الحفيان ليه, سوق الحفيان هناك, سوق الحفيان, سوق الحمدانيه, الاشلاك كله. لا اي بيت اتسرق في الشغلة بمر عور الولادات الاثنين دي القصار. هو في معاهم ثاني, ما عملوا كتار. نحن شوف انا هسه اديتكم دي نموذج, لانه فتحاب دي منطقتك هون. والله والله باذن الله سبحانه وتعالى, والله الفتحاب دي والله ما يسكن معانا ثاني فوق خاين. والله خاين ما يكون موجود في وسطنا, ولا عميل يكون موجود في وسطنا, ولا شفتوا باذن الله ده وعدنا ليكم. والله بنيم عارفين انهم بنيم اجبي, لكن احنا بنديكم نماذج لهؤلاء الارزقيه. الارزقيه دي بنديكم لهم نماذج الان بنقوله عشان الشعب السوداني يعرفهم. طيب واحد من
من بتاع مرسال لبتاع شيشه لانه رايد في الدعم السريع في ميليشيات الجنجوي. اي بيت اتسرق الاولاد الاثنين ديل التيمان المصايب الاثنين ديل المنقولين ديل. اي مره تم اغتصابه في الشقله مسؤولين مباشره هم الاثنين. حسين انا كلامي ليك وانا متاكد انك انت بتعرفني. تتذكر لما كنت طراح يا حسين يا جنجويتي يا حسين القصيرون برجله مقطوعه؟ تتذكر لما كنت طراح؟ انا مره من المرات جيت وقفت كنت سايق لي موتر صغير كده وقفت الموتر خضر ركبت معاك في الكار وكنت بتسال فينو قلت لي بيتكم والتفاصيل دي انا بتذكرك يا حسين. طيب حسين انت الان قالوا لي كمان اتزوجت لك وحدي. اتزوج قبل 4 شهور هو منقولي قدر اللي هنا يعني منقولي قال لي قال اتزوجت لك وحدي قبل 4 شهور. تخيل انه حتى الناس اللي في الشغل اللي كانوا قاعدين داري يرحلوا الا يكتب لهم ورقه سبحان من يحيي العظام وهي رميم والله العظيم الا يكتب لهم ورقه على اساس انه يدارهم كمان مكتوبه من حسين عشان يطلع جايينك يا حسين استخبارات عسكريه هو عارفها الاثنين دي بالله عليك الله بعد ما يشيلون دخلوا لنا في قفص بتاع حمام هو ذاته الواحد مقفول قدر القفص هم ذاتهم الواحد فيهم قدر القفص دخلوا لنا اكلهم لي لحد ما انا شنو لحد ما انا جايكم في اليومين الجايين دي بس انا داري الاثنين دي عندي شغل معين داري اعمله في قفص بتاع حمام ما هو ما قدر الحمام ذاته بس شفتوا القفص بتاع الحمام الصغار ذاك اللي بيشيل هو الدجاج زمان هن اللي بخطوه في اللواري تسمع الدجاج كيك 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 كي بس في الاقفاص الاثنين اي واحد يدخلوا لي في قفص دايرهم الاثنين يا عملت منهم كوره يا عملت لي منهم شوربه كمان استغفر الله العظيم فدي واحده الناس تعرف تماما عشان كده يا اخواننا هن في الفتحاب كلامنا لكم ربنا يديكم الصحه والعافيه يا اخواننا ده جانب الجزئيه الاخيره وده اخر حاجه امبارح تكلمنا عنها وقد تكون الناس طيب مساله المكالمه الهاتفيه اللي اتكلم عنها الكثير يتكلم عنها مساله السيد القائد العام البرهان ومكالمته والسودانيين في دويلة الشر مبروك قالوا ليلة داري وفق لكم وضعكم وناس الإغامات والتفاصيل دي والكلام ده عربون بتاع محبة لكن ما بيجيب حقه عربون محبة قالوا الجماعة هناك يا أخواننا طلعت صدر التعليمات لأنه توفيق أوضاع السودانيين الموجودين في داخل دويلة اللمة فهمتوا صدرت التعليمات الحاجة دي للسودانيين هناك المغتربين طبعا كله بحقه المهم الناس الموجودين هناك بتتوفق وضعكم وده كلامنا لكم يعني طيب نجي نتكلم في إطار الصلجات أكثر نجي نتكلم في إطار المكالمة تحديدا المكالمة الهاتفية وأسباب المكالمة الهاتفية وامبارح شرحنا للناس انه ابي احمد واسباب التدخل وابي احمد محتاج للاسلحه ولانه الاغليم الامهر ده اخواننا قرب للدخول عنده زي 30 كيلو من اديس ومحتاج لسلاح محتاج لقروش محتاج لتفاصيل كثيره ومعروف بيجي من وين فمن مصلحته انه ابي احمد انه يجي يوفق اوضاع انه يكون في عمليه بتاعت مكالمه هاتفيه ما بين السيد القائد العام البرهان وهذا محمد بن زايد في ناس كثيرة بتنظر للحاجة دي من محاور كثيرة امبارح تكلمنا عنها أنا ما داري أتكلم لأنه أخواننا في ناس جوا المسجد المهم الله يفتح أنا شرحته كلام تحت تكلمت فيه تحت فربنا إن شاء الله يديكم الصحة والعافية وربنا يحفظكم إن شاء الله رب العالمين وليه قدام يا أخواننا أنا ما داري أطيل الكلام الكثير لأنه زي ما وريتكم المهم الناس تلقى الكلام تحت الله يفتح الشرح نقول الكلام بتاع عميز الكلام بتاع عميز مشروع تحت ابقوا طيبين ربنا ان شاء الله يديكم الصحه والعافيه زي ما شايفين اخواننا عشان ما دايرين هناي اللي قدام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.